بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد البحراوي الملقب بالشيف سيمو العالمي، شيف كوزيني ورئيس الجمعية الوطنية لفنون الطبخ والتنمية المستدامة أسافي. اليوم هذا اللقاء، هذا يسرني هذا اللقاء معكم اليوم على صفيناو جريدة الإلكترونية بمدينة أسفي. الحمد لله اليوم بتنعرف بالجمعية اللي احنا كنشتغل فيها كصفتي كرئيس. هذه الجمعية الحمد لله اليوم غنعرفكم بها باش تعرفوها مزيان وتعرفوا حتى الأدوار اللي كتقوم بها هذه الجمعية وشنو هو الدور ديالها في هذه المهنة. هذه الجمعية اختاريناها احنا كشباب، التأسيس ديالها سنة 2019 شهر جوج شهر فبراير نهار 11 شهر فبراير عفوا، وأسسناها. من بعدها جا تزامنا مع كوفيد اللي جا المرض هذا ديال كورونا، حبسنا باقي لا بدينا الحمد لله، باقي ما خديناش الوصل ديالنا ديال الايداع ديالنا. والحمد لله بدينا بانشطه. اول نشاط درناه في الجمعيه درناه في كوفيد 2019، درنا اول نشاط هو التوزيع ديال القفاف. ومن بعد التوزيع ديال القفاف درنا حمله تحسيسيه لجميع المطاعم والمقاهي بمدينه اسفي. والنشاط الثالث اللي درناه بالجمعيه هو نشاط ديال جمع تبرعات الناس في عيد الاضحى، وخصوصا الناس الطبقه الهشه والفقراء. والحمد لله النشاط الرابع اللي كان لهذه السنه ديال 2022 هو اللي كان بمؤسسه الخيريه بشراكه مع المؤسسه الخيريه الجمعيه الخيريه الاسلاميه، اللي هو كان نشاط كبير الحمد لله وفوقنا فيه، وكان نشاط الحمد لله 100% نجاح ديالو. والحمد لله بالنسبه للبرامج انا غنقول لكم اليوم تا هما ان شاء الله القادمين. اقتنعنا باختيار ديالنا في المؤسسه الخيريه، شفنا ذاك الاجواء كديره، قمت بواحد الزياره الخيريه وكان واحد استقبال من السيد الرئيس للجمعيه الخيريه اللي هو السي عماد المعزوزي، وكان السيد المدير، وكان واحد الاخ تاهو نبيل معهم. والحمد لله اقترحنا عليهم، عجبني ذاك المؤسسه وعجبني الاطفال اللي فيها، ووعدتهم ان شاء الله غنديروا هذا النشاط تما ديال نوجدوا لهم بسطيله ديال الدجاج. وكان الحمد لله نشاط فواق وكان 100% وعجبني الفائده. وكانوا هذوك اصلا كان واحد النشاط رائع، ماشي غير شويه انا كنقولها بكل فخر، لان هذوك الناس خصنا نفكروا فيهم اول حاجه، قبل ما نفكروا في نفوسنا كناس ولا مسؤولين في هذه المدينه او شي حاجه، نفكروا في هذوك الشباب، نفكروا بهذوك الاطفال راه كاين ساكن لي معاناه ديالهم، خاصكم تريحوا معاهم وتسمعوهم وتستمعوا ليهم وتاخذوا منهم واحد. المهم شي جا شي مسؤول او اي واحد جا، اي واحد من المواطنين طلع تما الخيريه يريح مع ذوك الشباب وتشوف المعاناه ديالهم، اللبس ديالهم، الامور ديالهم. الحمد لله هذه الجمعيه راه قائمه بالواجب ديالهم، وهذا الحمد لله اوتور زوينه تما تبارك الله اللي مسير ديك الجمعيه وعلى راسهم السيد الرئيس والسيد المدير ديال المؤسسه تبارك الله. كاين واحد التحسن من ناحيه التسيير ديال الجمعيه تما، وحنا كناخذوا ملاحظات. والحمد لله حنا مازال معاهم في البرامج ان شاء الله القدام، معاهم في دورات التكوينيه وموعدينهم بزاف ديال الحوايج ان شاء الله هذه السنه ان شاء الله والسنه المقبله اللي بقينا في الحياه. وبالنسبه للجمعيه الدور ديالها في اسفي، الجمعيه اختارينا لفنون الطبخ والتنميه المستدامه. الجمعيه هذه اختارينا في الدومين ديالنا كحنا كشيف كوزيني، والحمد لله تبارك الله معايا واحد الاخوان اللي هما في المكتب تبارك الله عليهم، سعد الملك الحماني والاخت ليلى ادريسي والاخ امين الزايد. بالنسبه تبارك الله شباب كيعطوا كثير، خدموا معنا تيعاونوني كيساندوني تبارك الله عليهم من هذا المنبر هذا. الحمد لله ما لقينا حتى شي عرق بناء اسسوا الجمعيه، كان الحمد لله رئيس الدائره والسيد القائد الدائره الخامسه الحمد لله الحمد لله سهل علينا الطريق بالتاسيس ديال الجمعيه، ما كانش الحمد لله شي عراقيل او شي حاجه، هذا هو اللي كاين. وخدينا الوصل ديال الاذاعه ديالنا، وحنا خدامين قانونيا واي حاجه بغينا نديرو كنديرو اخبار السلطات. والحمد لله دابا درنا جمع عام استثنائي وقادين المكتب ديالنا ثاني من جديد. والحمد لله حنا البرامج اللي جايه ان شاء الله تكون زوينه ان شاء الله، من برنامج نهار ديال هذا السبت المقبل ان شاء الله هذا غيكون في دار البحار، وكاين مورا ان شاء الله دار الكرام تا هو ان شاء الله الشهر المقبل اللي هو
فهاد العام هذا، وكاين الحمد لله تقريبا راسمين 9 البرامج هاد السنه هادي غتكون ان شاء الله متوفقه. والحمد لله هاد البرامج هادو درناهم كمجموعه من الاشخاص اللي ساعدونا ولقاو فينا الطاقه اول حاجه، ماشي غير كيجي يساعدك هكاك وما لقاش الطاقه في سيمو او محمد البحراوي اللي هو رئيس الجمعيه، ما غاديش مره اخرى يعاودوا يساندونا وغادي يعاونونا. والحمد لله الناس كيعاونونا من بعيد ومن قريب وداخل الوطن وخارج الوطن، صراحه الله الحمد لله ما عمرنا خدينا شي دعم من 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 الجهات المسؤوله، والحمد لله لحد الان ما باقي ما دفعنا الدعم لحتى شي حاجه باش ناخذوه، وما عمر شي واحد اتصل بينا او بيتعرف على الجمعيه هذه. والجمعيه ان شاء الله غدير انشطه كبيره ان شاء الله في اسفي، وغتبقى محسوبه لهذه الجمعيه هذه ولهاد الناس اللي تعاونوا معنا واللي عطونا اللي لقاو فينا الثقه وكيساندونا وكي في جنبنا تبارك الله عليهم. الله من هذا المنبر كنشكرهم بزاف جزيل الشكر دون ذكر الاسماء ديالهم. الكلمه الاخيره واللي نقول هنايا بالنسبه لهاد الناس هادو المسؤولين في المدينه، حنا كجمعيه حنا الدور ديالنا في اسفي هنا نديرو دورات تكوينيه لفائده الشباب بمشروع ديال صاحب جلاله الملك محمد السادس، انه هذا المشروع هذا في اطار التنموي الجديد، وحنا بينكم تعاونونا شويه تساندونا وتمهلونا الطريق باش نديروا الدورات التكوينيه لهاد الشباب وهاد النساء. وان شاء الله كنواعد بتندير ان شاء الله واحد ندوه، تكون ندوه فكريه اللي كتجمع بين الصحه والطبخ، ويكونوا حاضرين فيها ان شاء الله دكاتره كبار من المغرب وهم اللي ان شاء الله مواعدين باش يجوا لحضاره المحيط اللي هي اسفي. وغنديروا ان شاء الله الندوه هذه ان شاء الله السنه ان شاء الله اللي خدامين عليها دابا. هذا هو البرنامج الكبير اللي غيكون ان شاء الله، وتكون فيه تغطيه كبيره ان شاء الله لوسائل الاعلام اللي غيكون يجمع بين الطبخ والصحه، ويكون اول تقريبا اول ندوه بهذا الشكل هذا. ويكون انا ان شاء الله من هذا المنبر كنقول الدكتور الفايد مرحبا بك معنا في مدينه اسفي، مرحبا بالدكاتره ان شاء الله اللي غيجوا من داخل المغرب وخارج المغرب ان شاء الله اللي يكونوا معنا في هذه الندوه. وهذا وعد مني ان شاء الله باذن الله للساكنه بحضور المواطنين وبحضور الساكنه المسفيويه. وهذه الجمعيه هذه راه ماشي جمعيه ديالنا حنا، جمعيه ديالكم كاملين ومرحبا بكم كاملين. ونتمنوا من الله ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديال الساكنه ان شاء الله مستقبلا. وكنقول لكم انا كنوعدكم بالنسبه للاحياء الشعبيه راه كاين دورات ان شاء الله تكوينيه في البرنامج النساء ديال الاحياء الشعبيه، دار الشباب مدينه قديمه، دار الشباب ديال قريه الشامش، جميع المناطق ان شاء الله في اسفي والاحياء في اسفي. كنشكركم على هذه الاستفاده ان شاء الله تشوفوا في الجمعيه ان شاء الله وطني الفن طبخ الدنيا.